ياتي باربعه اشواط مقابل ثلاثه في دور ال 32 بنفس بالنتيجه ذاتها. وخسر في بكين من اللاعب بيت. اخذ الشوط هذه مشكله قدام ويحصل على فرصه لختم الشوط الاول. نعم فصعب التحكم من برا تكون سهله. اما الان فالمستوى لا يبدو مثيرا. هذه يلعب فيها لاعب هونغ كونغ. لعب طريقة اللاعب يوك جاية راح تكون له أفضلية لأخذ الشوط الثاني. مرة ثانية حلوة لاعب يوك. لاعبة هونغ كونغ جيانغ ودينغ نينغ من الصين تغلبت على لاعبة كوريا كيم كيانغ. أيضا كوريا الشمالية لديها لاعبين. شاركت كوريا ب 12 لاعبا. يدافع تشي يانغ على الفرصة الأولى. أخذ المبادرة وكرة رائعة هنا نقطة رائعة لصالح اللاعب زهانغ. نريد أن نشاهد الصين الآن. شوف ربع أقل خسائر. الصيني نعم. صيني وغير صيني أفضل يكون. نعم لكن الشيء اللي ربما الوحيد حسب ثقافتنا إن صح التعبير فلديها إمكانيات علمية كبيرة. نعم طبعا وتكنولوجيا متطورة لديها. أوه. أن تأتي واحدة تنتهي. شوف. أرسال رائع هنا وتأهل اللاعب زهانغ إلى الدور نصف النهائي.